السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر موجة 97 FM في حلقة جديدة ومتنوعة من برنامجكم اليومي ترحيب. مساكم الله بالخير مشاهدينا، مساك الله بالخير يا صباح. يا مرحبا. بإذن الله راح نواصل في هذه الحلقة التغطية الخاصة للحج مع من استوديو الريان اللي مكون مقابل الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى محطة خارجية أخرى من دائرة الشيحانية ضمن فقرة المناطق الأسبوعية في ترحيب. أكيد يا خالد، ومع ضيوفنا الكرام بنتكلم الليلة عن سوق العقارات المنتعش في دولتنا الحبيبة قطر ضمن الفقرة الاقتصادية الأسبوعية، وكذلك بنتناقش عن اليوم المهني لشركة قطر ستيل، بالإضافة إلى استعدادات سوق واقف لعيد الأضحى المبارك. نعم بإذن الله راح نناقش كل هذه الأمور صباح أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة، لكن البداية مع الجلسة اللي عقدتها اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس البلدي المركزي، أو عقدوا مؤتمرا صحفيا تناولت المهام في هذا المؤتمر الصحفي، تناولوا مهام التحضيرية والتنظيمية واستعدادات الجهات المعنية حول مراحل تنفيذ انتخابات المجلس في دورته المقبلة. تفاصيل في سياق هذا التقرير. بمناسبة الاستعداد لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الجديدة، عقد مؤتمر صحفي للجنة المشرفة على انتخابات المجلس، وذلك للحديث حول الدوائر الانتخابية والمهام التحضيرية والتنظيمية، فضلا عن استعدادات الجهات المعنية حول مراحل تنفيذ انتخابات المجلس في دورته الخامسة. بالنسبة حق اللجنة الفنية لانتخابات المجلس البلدي المركزي، طبعا عندنا لنا دور كبير في اعداء تجهيز الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى المساعدة في إعداد الخرائط الانتخابية وإخراجها بالصورة المناسبة التي تتيح للمواطنين التعرف على دوائرهم الانتخابية، بالإضافة إلى ذلك إلى قيام بإعداد مجموعة من البرامج الخاصة بالتعرف على الدائرة الانتخابية نظراً للتغيير الكبير الذي الحاصل في الدوائر الانتخابية، حيث يتطلب ذلك إعادة تسجيل جميع الناخبين، مما يتطلب منهم معرفة الدائرة الانتخابية التي يتبعون هم لها. طبعا احنا سنقوم في القريب العاجل بتوفير برنامج على الانترنت او على الهواتف الذكية تتيح للمواطنين عن طريق العنوان، رقم العنوان الموجود على العقار، او عن طريق رقم الكهرباء، او عن طريق اسم الشارع، بيتيح لهم التعرف على الدائرة الانتخابية التي يتبعون لها. بناء على قرار معالي وزير الداخلية بتحديد الدوائر الانتخابية، طبعا الدوائر الانتخابية أصبحت على نفس العدد اللي هو 29، ولكن تم تعديلها كليا تقريبا 19 دائرة في مدينة الدوحة و10 دوائر في خارج مدينة الدوحة، ومما يتطلب أن احنا نأكد موضوع تسجيل جميع الناخبين في إن شاء الله بداية تسجيل القيد اللي سوف يبدأ في بداية يناير. يذكر أن المجلس البلدي يتألف من 29 عضواً يمثلون الدوائر الانتخابية التي تضم 230 منطقة في الدولة، ويقوم الأعضاء بتحديد برنامج عن المجلس وميزانيته، فضلاً عن تقديم توصيات إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني. في سياق آخر مشاهدين الكرام، تشهد الكثير من المؤسسات والمراكز الشبابية في الدولة إطلاق العديد من المنافسات الثقافية الدينية بغية تنشئة جيل متمسك بقيم وأخلاق ديننا الإسلامي الحنيف. نعم، مؤسسة الشيخ عيد الخيرية من بين هذه المؤسسات والمراكز اللي شهدت مثل هذه المنافسات وكرمت الفائزين بها. شوفها في هذا التقرير. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
في حفل تكريمي أقيم للفائزين اختتمت منافسات جامع الشيخ عيد بن محمد الثاني للقرآن الكريم والحديث بعد انطلاقها في 18 من شهر سبتمبر الجاري. الهدف من هذه المسابقة هو حفظ كتاب الله بين الشباب وأولاد والفتيات من مختلف الأعمار، لأن هناك مراحل سنية مختلفة، وهذه المسابقة هي في تطور من عام إلى عام، وهذا العام الرابع على التوالي. المستوى المشاركين فيها الحمد لله مستواهم جيد ويبشروا بالخير. أدخلنا هذا العام التفسير بالمأثور ليست للكلمات فقط وإنما لمحتوى الآية. أضفنا كذلك في هذا العام بفضل الله سبحانه وتعالى الإخوان الكرام أضافوا إلى ذلك أيضاً الحديث الشريف. الحديث الشريف أيضاً الأربعين النووية أيضاً دخلت حتى يكون أن يكتمل الأمران الأساسيان اللذان وصى الرسول صلى الله عليه وسلم بهما، فقال: تركت فيكم إن اعتصمتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. هذه المسابقة في سنتها الرابعة ها هي اليوم ترتقي ارتقاء عجيب جدا وتصل إلى مستوى يعني ختم القرآن كاملا ولله الحمد، وآخر المستويات يعني سبحان الله جزئين من القرآن. فالذي يعني نريد أن نصل إليه أن هذه المسابقات لها إثراء وخلق روح التنافس، وأن يراجع الشباب والكبار والصغار القرآن ويراجعون السنة. فنتطلع بإذن الله عز وجل على أنها تصل بإذن الله مستويات راقية، ونتمنى بإذن الله أنها أيضا تصل إلى مستوى تستقبل بعض المتسابقين من خارج قطر بإذن الله عز وجل. شفنا أعزائي المشاهدين هذا التقرير، نشكر مؤسسة عيد الخيرية وجميع المؤسسات الخيرية صباحي اللي تتم في هذه الفعاليات وهذه المسابقات. طبعا احنا نحث الآباء على ان يعني يشجعون الجو نعم يفرون الجو يشجعون ابنائهم على الحفظ، خصوصا من الصغر الياهل وصغير صباح يحفظ بسرعه، والعلم في الصغر كالنقش في الحجر. واحنا نشوف وزاره الاوقاف وفرت يمكن العديد من مراكز التحفيظ المنتشره في كل انحاء في كل مكان مراكز تحفيظ، وما على ولي الامر الا يخلي ولدي يشارك فيه. نعم وقت مناسب بعد صلاه العصر، وممكن ان يعني مثل ما اهتمامهم بالتدريس والمدرسه اهتمام في حفظ القران. الحين مشاهدينا الكرام ننتقل الى استوديو الحرم المكي، حيث يتواجد نديبنا عبد الرحمن المري ضمن تغطيتنا المستمره للحج. الكلمه عندك يا عبد الرحمن. نعم كل شكر لك يا خالد الكبيسي وزميلي صباح الكواري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين ومستمعين قناة الريان الفضائية في هذه التغطية المستمرة لموسم الحج عام 1435 هجري، كما عودناكم في تغطية خدمات بعثة الحج القطرية وما تقدمها لحجاج أهل قطر سواء من الحملات وأيضا المتواجدين عندنا. أيضا هناك خدمات تقدمها وزارة الحج والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، راح نطلع عليهم إن شاء الله في خلال هذه الفقرة. لكن بداية نطلع وياكم على هذا التقرير اللي يتكلم عن زيارة وفد وزارة الصحة السعودي للوحدة الطبية في بعثة الحج القطري. نتابع هذا التقرير ونرجع ندخل في حوارنا إن شاء الله مع ضيفنا اللي بيكون معنا. اعتمدت السلطات الصحية السعودية عيادة بعثة الحج القطرية بعد المعاينة التي قام بها الفريق الطبي لوزارة الصحة السعودية في مقر بعثة الحج القطرية. والله نحن دائما بنزور الأخوان في البعثات الطبية وبنشوف يعني نتحدث معه فيما يخص التوعية الصحية وأهميتها بالنسبة للحجاج عامة قبل القدوم، طبعا فيما يخص الأمراض المزمنة والأمراض المعدية أو السارية. وأشاد الفريق السعودي بمستوى الخدمات والتجهيزات الطبية التي وفرتها البعثة القطرية، وأكد أن ترتيب وتنظيم العيادة جاء وفق المستوى المطلوب. والله لمسنا في التجهيزات ما شاء الله تجهيزات عالية المستوى وتنظيم طيب، والبعثة القطرية من البعثات المميزة. وتشتمل العيادة الطبية بمقر البعثة على 4 عيادات،
وأربع غرف للتمريض والتنويم، كما تضم أيضا صيدلية ومخزنا للأدوية وآخر لأدوات التمريض، إضافة إلى وحدات خاصة للعزل والملاحظة. وتضم الوحدة الطبية ببعثة الحج هذا العام 26 من أطباء وممرضين ومسعفين وصيادلة من مختلف التخصصات الطبية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتحديات الطبية والصحية في مواسم الحج. مثل ما شفنا مشاهدينا ومستمعينا، هذا التقرير اللي يتكلم عن زيارة وفد وزارة الصحة السعودي للوحدة الطبية لبعثة الحج القطرية. مثل ما تفضلنا لكم في هذه المقدمة، في فقرتنا هناك خدمات عديدة تقدمها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ومن ضمنها حملة خدمة الحاج وسام فخر لنا. الحديث أكثر عن هذه الحملة نستضيف معنا الشيخ ماجد بن صالح السعيدي، وكيل هيئة المسجد الحرام للشؤون الميدانية. مرحبا بكم، السلام يا ابو عبد العزيز. الله يسلمك، الله بالخير وبارك فيك، مساء النور والسرور. ياك مرحبا بك، الله يحفظك. شاشة قناة ريان، شكرا على قبولك دعوة. الله يحفظك، شكرا لكم على الاستضافة. الله، في البداية لو تخبرنا عن هذه الحملة لخدمة الحاج وسام فخر لنا، تعريف بسيط عن هذه الحملة وعن أهدافها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حملة خدمة الحاج وسام فخر لنا هي حملة مباركة تطلقها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام الثاني على التوالي. فكرة الحملة هي عبارة عن برامج تثقيفية وفعاليات يتحقق من خلالها إكرام الحجاج والزوار والعمار وتقديرهم واحترامهم وشعارهم بمكانتهم وزرع ذلك في نفوس العاملين في المسجد الحرام. يعني ما شاء الله، مثل ما ذكرت، خدمة الحجاج. نعم. أو يعني الهدف الوحيد هي خدمة الحجاج. نعم صحيح. نعم، لو تخبرنا عن كيف كانت بداية هذه الحملة، كيف كانت الفكرة، حتى يعني أنا الاسم صراحة اسم مميز، خدمة الحاج وسام فخر لنا. صحيح، الحملة هذه من أهداف الحملة أولا امتثال أمر الله عز وجل في وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم شعائر الله عز وجل، امتثال كذلك الأخلاق الإسلامية الحسنة والقيم الحميدة الموروثة عن أهل هذه البلاد المباركة في الاحتفاء بالزوار والعمار، وكذلك تحقيق ما يؤكده ولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله في العناية بالزوار وإكرامهم وإعطاء الصورة مشرفة عن هذا البلد وعن قيادته وشعبه. طيب، كيف كانت البداية بالنسبة لهذه الخدمة وكم صار لها الحين؟ خدمة الحاج هي الحملة للعام الثاني، العام الماضي بدأت في بدايتها والحمد لله لاقت قبول كبير، وكان هناك برامج طبقت على أرض الواقع والحمد لله. العام هذا بدأت عندما في حفل افتتاح الرئاسة لها على شرف صاحب السمو الملك الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة في 23 من ذي القعدة لعام 1435، وتستمر إلى نهاية 29/12 نهاية شهر الحج. طيب، وش خدمات الحملة برامجها؟ أنا ما شاء الله يعني قبل الهواء كان فيه ذكرت لي برامج وكثيرة، يمكن حتى ممكن ما يكون عندنا وقت الكافي حتى اللي ذكرها كلها، نطلع عن أبرز خدمات هذه الحملة وبرامج. صحيح، الحملة هي عبارة عن خمس محاور. المحور الأول هو البناء والإعداد. يتمثل المحور الأول في السعي الحثيث لغرس قيمة الافتخار لدى الافتخار بخدمة الحجاج والزوار والعمار لدى نفوس العاملين في المسجد الحرام. يأتي ذلك من خلال إقامة المحاضرات والندوات والتدريبية والمحاضرات التأهيلية للعاملين في المسجد الحرام. يعني شرف وخدمة الواحد، حتى ممكن أي واحد ممكن يتمنى خدمة الحاج لما يكون عليه خاصة في بيت الله الحرام في مسجد الله الحرام قابل الحجاج وخدمتهم، يعني شيء طيب. صحيح، هذا شرف لا يضاهي شرف. كذلك من برنامج المحور الأول لقاء المعالي الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله بمجموعة من العاملين في المسجد الحرام لإطلاعهم على برامج الحملة وعلى ما يريد تحقيقه من هذه الحملة المباركة. كذلك من البرنامج من المحور الأول الرسائل التوجيهية، وهي عبارة عن رسائل دورية تأتي لجوالات الموظفين يوميا لإخبارهم بالفعاليات الحملة وكذلك تأكيد
على الاهتمام بها. كذلك إطلاق شعار الحملة عن طريق البروشور أيوة، وكذلك تعليقات للموظفين لاستشعار الحملة والتفاعل معها. أيضا ممكن حتى يسهل على الحاج أنه يعرف أو يعرفه بالشخص اللي قدامه أن هذا من ضمن خدمة حملة الحاج وسام فخر لنا. صحيح. كذلك هناك المحور الثاني وهو الجانب الخدمي. الجانب الخدمي المحاور هذه عبارة عن برامج تقدم، من ضمن البرنامج الأول وهو برنامج أنت في ضيافتنا، هي عبارة عن تكوين فرق داخل المسجد الحرام. تقوم الفرق هذه بتقديم ضيافة يسيرة، شاي وقهوة مع قليل من التمر والماء بعد الصلوات اللي هي صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، من خلال مواقع حددت في داخل المسجد الحرام وساحاته، عبارة عن كاونترات للحملة يقف فيها الموظفون يقومون باستقبال الزوار وضيافتهم. طيب أبو عبد العزيز، قبل ما ندخل أيضا في المحاور الثانية، متى بدأت هذه الحملة أو متى وقتها الفعل يعني موظفين؟ هل من الآن أو بعد أيام قليلة بعد دخول يعني يوم التروية وعرفة وبعد نفير الناس من حجاج من عرفة إلى الكعبة المشرفة أو لا؟ الحملة بدأت من يوم افتتاحها، من يوم 23 من ذي القعدة بدأت فعاليات الحملة وما زالت مستمرة إلى نهايتها بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. هناك من البرنامج المحور الثاني الخدمي في ضيافة أئمة الحرمين، وهي عبارة عن استضافة مجموعة من الحجاج يقومون بلقاء مع أحد أئمة الحرمين، يجلسون معه، يقدم لهم بعض الضيافة، يقدم لهم كلمة توجيهية. كذلك في برنامج السلام عليك أيها الحاج، البرنامج هذا أولا يقوم به الموظفون في الحرم باستقبال الحجاج، السلام عليهم، الترحيب لهم باللغة العربية وبلغاتهم، لغة كل حاج يعني. ما شاء الله. هنا. كذلك في برنامج اللي اسمه تطيب الحاج، وهي عبارة عن الطيب، يمكن تسمح لل اي خذها عندك، هي عبارة عن الورد، بس خليها من ناحية عشان تكون بس مقابل الكاميرا. أيوة. نعم ايوه الورد هذا يقومون به مجموعة من الموظفين. كذلك دهن العود يقومون بتطيب الحجاج. راح ننتقل لها الخدمات او الهدايا اللي توزعها خدمه الحاج، راح نطرق لها وناخذ لها بالتفصيل. صحيح. هذه الان هذه من ضمن البرامج اللي تقدم. كذلك في برنامج مثل ما ذكرت شرف لنا قبولك هديتنا، هذا لو تسمح لي الان هي هذه الهديه مغلف، عباره عن داخل عصير وكيك وتمر وبعض الأشياء التي يعني يستخدمها الحاج، ومعها مطوية أو كتيب بلغة الحاج. ما شاء الله. أي نعم. زين، لو ندخل بالتفاصيل يعني إيش الأشياء الموجودة فيها بالضبط؟ يعني قلت فيها شنطة، فيها أو حقيبة. أي نعم، فيها حقيبة. موجود فيها عصير للحاج، موجود فيها كذلك بعض الكيك، الأشياء أي نعم. السكريات. أيوة السكريات يعني التي يحتاجها. هذا معمول الكل يحبه. أي نعم معمول. وهذا التمر بعد. كذلك تحوي عبوة من ماء زمزم. من ماء زمزم. أي نعم من ماء زمزم. هذا ما شاء الله يعني من الأشياء اللي قدمها أيضا اللي هو. تقدمها. شرف نعم. لنا قبولك هديتنا. قبولك هديتنا. كذلك يقدم لهم بعض الأشياء التي يحتاجها الحاج. منظفات واشياء يعني يحتاجها في. اتوقع هذه الاشياء مهمه ابو عبد العزيز. صحيح، ولاقت اقبال كبير وتخدم ايضا الحجاج يعني، بس اتوقع متى يكون الاقبال عليها جدا كبير؟ هل في وقت معين لكم مثل؟ والله احنا مثل ما ذكرت لك ان الكاونترات موجوده في الحرم، عندنا فرق في الصباح وفي المساء على مدار الساعه، على مدار موجودين الساعة. نعم لتوزيع الهدايا. طيب وين مكان يعني المقرات هذه، وين تتوزع المقرات؟ هي كاونترات للحملة موجودة داخل المسجد الحرام وفي الساحات المحيطة به، وكذلك الدور الأول. وفي يعني من أكمل المحور الثاني، في برنامج في خدمتك. البرنامج هذا عبارة عن سيارة الجولف، سيارات الجولف هذه تقوم نعم بنقل كبار السن من الحرم إلى نهاية الساحات إلى السكن القريب منهم، تقوم يعني بنقلهم من مواقع الساحات في أرجاء طبعاً الحرم. طبعاً موزعة على جميع الأماكن اللي موجودة في. صحيح. ساحات الحرم. في ساحات الحرم موجود وعلى مدار الساعة. هناك المحور الثالث وهو الجانب التوجيهي الإرشادي،
ويحوي على برامج هذا أتوقع مهم مهم جدا. نعم مهم. في التفصيل هذا البرنامج مهم ومن البرامج البرنامج الأول وهو الملتقى العلمي. داخل الملتقى العلمي هو عبارة عن 4 محاضرات يقيمها أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة تقام في المسجد الحرام. كذلك في البرنامج الثاني المحاضرات العلمية لأئمة المسجد الحرام. طيب هل في وقت معين تكون فيه هذه المحاضرات أو من الساعة كم؟ هي محددة داخل برنامج للتوجيه في أوقات مثلا من بعد العشاء بعد بين المغرب والعشاء. هذا باخذ منك قبل نهايتنا بعد باخذ منك اللي هو المنشور اللي يتم توزيعه أيضا موجود عندكم هنا. نعم موجود وهذا هو يسهل أيضا للحاج. هذا المنشور الذي يعني يوضح مهام الحملة. ممكن بس خلينا نشوف خدمة الحاج. نعم أو خدمة الحاج. خدمة الحاج وسام فخر لنا. هذا طبعا كتيب اللي ممكن تعريفي توزع أيضا في أي مكان يوزع. نعم ببرامج الحملة. طيب أستاذي أبو عبد العزيز كذلك برامج تصحيح التلاوة. تصحيح التلاوة موجود في أروقة المسجد الحرام. هناك لجان لاستقبال الحجاج وتعليمهم التلاوة الصحيحة بالإضافة إلى إتقان صغار الصور في القرآن الكريم. ممكن أي واحد يجيب مثلا واحد جاء مع ولده أو مع عياله صغار ممكن حد يوقف يعلمه موجود يعلمه ويعلمه تصحيح التلاوة والحمد لله قد إقبال كبير واستحسان من الزوار. الحمد لله. أي نعم. في كذلك هناك برنامج مكتب الطالب العلم وهي مجموعة من الكتب نقوم بإهدائها لطلاب العلم في تبع برامج الحملة. أيضا من ضمن برنامج التوجيه المحور الثالث اللي هو الجانب التوجيه الإرشادي. هناك برنامج المكتبة العلمية المتنقلة هذه عبارة عن سيارة خص يعني صممت على هيئة مكتبة تتجول داخل ساحات المسجد الحرام تقف يأتون الناس للقراءة وهي صراحة يعني تبث فيهم الحب الاطلاع والقراءة والاستفادة من أوقاتهم. صح مما يعني خاصة صحيح. بعض الناس يجون مثلا قبل موسم الحج بأسبوع بأسبوعين وقت فراغة مثلا بعد الصلاة أو خاصة بعد صلاة العشاء يعني يكون في فترة زمنية ممكن يستفيد منها من هذه المكتبة بعد يطلع على سواء ساعة أو ساعتين من وقته ما راح يضر. صحيح هو موجودة ومتنقلة في ساحات المسجد الحرام. بالنسبة للمحور الرابع ولا خلصنا من جانب التوجيه. أيوة الجانب في المحور الاجتماعي الإنساني هو المحور الرابع. هذا عبارة عن عربة توعوية متنقلة تقوم بالعربة هذه فيها أطباء من جامعة بالمشاركة جامعة أم القرى كلية الطب يقومون بتوعية الحجاج في الأمور الصحية كذلك قياس مستوى الضغط السكري لديهم وهي موجودة في ساحات المسجد الحرام. موجودة متوزعة. أيوة. متوزعة نعم في ساحات المسجد الحرام. بالنسبة للمحور الخامس ولا المحور الخامس هو المحور الإعلامي. هذا ايوه هذا هو المهم وهو اشراك الاعلام المقروء والمرئي والمسموع في نشر فعاليات الحمله ومثل قناه الريان. والله صراحه احنا بدورنا صراحه نشكر رئاسه شؤون الحرمين على التسهيلات اللي تقدمها لنا وتقدم ايضا بهدف الاعلام ايضا اظهار الصوره الحسنه. يعني رئاسه شؤون الحرمين تقدم جهود جباره للحجاج بيت الله الحرام والله يعطيهم العافيه. ابو عبد العزيز رسالة أخيرة تحب توصلها للسادة المشاهدين أيضا الحجاج بيت الله الحرام. أولا نشكر قناة الريان القطرية على الاستضافة. لا شكر على والي. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يردهم إلى بلادهم سالمين. وأنتم يعني ما قصرتم إن شاء الله موجودين في الخدمة وهذه الفعاليات والخدمات اللي تقدمها الرئاسة العامة للشؤون الحرمين وما هي لها هدف لخدمة حجاج بيت الله الحرام. صحيح. كل الشكر لك للشيخ ماجد بن صالح السعيدي وكيل هيئة المسجد الحرام للشؤون الميدانية. شكر لك على تواجدك معنا وقبولك الدعوة. الله يعطيك العافية. كل الشكر أيضا لرئاسة شؤون الحرمين على تفاعلها وتجاوبها مع الإعلام خاصة مع قناة الريان الفضائية. وبذلك وصلنا إلى ختام فقرتنا مثل ما عودناكم في الاطلاع على الكثير من الخدمات اللي قدمها وتقدمها رئاسة شؤون الحرمين وأيضا المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام. هذا ما وصلنا إليه ونرجع للإخوان خالد الكبيسي وصباح الكواري في استديو ترحيب في الدوحة. في أمان الله.
الله يعطيك العافية أخوي عبد الرحمن. أنت أيضا كل فريق قناة الريان متواجد في مكة المكرمة لتغطية فعاليات الحج، الله يجزاهم خير ما قصروا، متفاعلين يوميا في كل في أغلب برامجنا اليومية، برنامج صباح رباح ولبيك وأيضا في تراحيب. نعم الله يرد الحجاج إن شاء الله سالمين غانمين مأجورين بإذن الله، بإذن الله إلى أماكنهم. أعزائي المشاهدين، في خبر يتعلق باقتراب عيد الأضحى المبارك، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن توفير الأضاحي للمواطنين بأسعار مدعومة، وذلك من أجل التخفيف عن كاهلهم خلال العيد، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة دام الغذائية باستيراد أكثر من 12 ألف رأس خروف. وسيجري بيع الأضحية حية بسعر 1350 ريال للخروف السوري و1080 ريال للخروف الأردني، وستقوم شركة دام بتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في مقصب الأهالي بالسوق المركزي في الدوحة، وأيضا المقاصب التابعة لشركة دام الموجودة في الخور والشمال، ورح يبتدي إن شاء الله البيع ابتداء من يوم الثلاثاء القادم 30 من سبتمبر وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق يوم الاثنين 6 أكتوبر. نعم بإذن الله. وللاستفادة من هذه المبادرة يجب أن يكون المشتري قطري الجنسية، وأن يبرز بطاقته الشخصية الأصلية، وأن يكون قد بلغ من العمر 20 عام أي من مواليد 1994، وأن يحصل كل مشتري على أضحية واحدة. وتؤكد الوزارة بأن الجهات المعنية ستقوم بمتابعة عملية الالتزام بالأسعار المدعومة بهذه المبادرة، وستكثف حملاتها تفتيشية للتأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها. احنا نشكرهم على جهودهم، نتمنى ايضا من المواطنين التفاعل الايجابي وايضا الاستفاده من هذه الخدمات اللي تقدمها وزاره الاقتصاد والتجاره. نعم اعزائي المشاهدين، في هذه الحلقه بنستضيف السيد يوسف المنصوري اللي بيكلمنا عن اليوم المهني اللي نظمته قطر ستيل للخريجين الجدد. فقراتنا مستمره مشاهدينا الكرام، لكن انتظرونا بعد هذا الفاصل.